يمكن النهارده اللعيبه والجهاز الفني والبعثه ومجلس الاداره كله اكيد بيفكر بشكل انه يحسم الثلاث مباريات اللي جايين علشان يتاهل من دور المجموعات. تفتكر ايه اللي المفروض الجهاز الفني يراقبه وياخد باله منه بشكل كبير جدا علشان يحسم بطاقه التاهل ان شاء الله؟ هو اهم حاجه طبعا ان انت يا سام ان انت الفرص اللي تجيلك لازم تستغلي الفرص، حتى لو جالك فرصه واحده. كابتن انا عارف طبعا الكلام ده، ان انت بتلعب فرقه محترمه، انا اتفرجت طبعا على الماتش، وفرقه كويسه جدا، فرقه بتلعب جيم مفتوح، عارفه قيمه النادي الاهلي كويس قوي، وعملت حساب للنادي الاهلي فعلا في القاهره هنا، وبدليل ان هم كانوا بيدافعوا بشكل كبير جدا. ولكن هو زي ما قلت سوء التوفيق اللي حصل هو اللي ادى لنتيجه المباراه ان احنا نتعادل معاهم. لكن انا شايف ان النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب قعد مع اللعيبه قبل ما يسافروا وحفزهم ان هم المباراه دي لازم ما فيش بديل عن الثلاث نقاط، وده فعلا دي الحقيقه، انت لازم تكسب المباراه دي، لان لو حصل حاجه لا قدر الله تعادل حتى هيدخلك في حسبه مش كويسه. سيمبا برده جاي لك فرقه محترمه جدا وفرقه بتلعب كوره كويس قوي، المريخ برده طالع بره، شايف ان المجموعه صعبه 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 من اصعب المجموعات اللي موجوده، المجموعه بتاعت النادي الاهلي. لكن زي ما قلت الكابتن هاني، ان اللعيبه انا متاكد ان اللعيبه عارفه اهميه المباراه وهيقدروا ان هم يحفزوا نفسهم، وطبعا ده دور اللعيبه الكبيره برده اللي موجوده في الفرقه، وده شفناه السنه اللي فاتت في البطوله الاخيره الشناوي، وكان دوره كبير مع كلامه مع اللعيبه وليد سليمان، اللعيبه الخبرات اللي موجوده في الفرقه ليها دور كبير في الماتشات اللي زي دي. طب هاني